الحاج عادل من كفر الشيخ، اتفضل. ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام. إزاي حضرتك؟ أنا والله سعيد اللي بسمع صوتك. وأنا أسعد والله. أولاً أنا عايزك تدعي لي. ثانياً أدعي لك ربنا يفتح عليك ويشرح صدرك ويزيح عمك ويجعلك إن شاء الله في خير حال، وينزل عليك من ألطافه ومن رحماته ومن بركاته ما يجعلك من سعداء الدارين يا رب العالمين، ويجعلك في هنا وسرور يا رب. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا حبيبي يا فضيلة الإمام، فضل. صلاة الجنازة ووضوء دون صلاة الفرض جائز أم لا؟ يعني صلاة الجنازة أتوضلها بوضوء، أصلي بيه الجنازة بوضوء جائز دون صلاة الفرض أم لا؟ نعم، أنت حضرتك بتقول صلاة الجنازة بعد في أوقات الكراهة، في أوقات، خلينا نقول في أوقات الكراهة، يعني إن أنت تصليها في وقت الكراهة اللي هو قبل صلاة الظهر أو وقت الكراهة اللي هو بعد صلاة العصر، صح كده؟ مثلاً كده، لا يجوز إن أنت تصليها، وخاصة عند السادة الشافعية. ليه يا سيدي؟ هو إحنا عندنا عند السادة الشافعية وهو ده المفتى بيه، إن الصلوات اللي ممنوع إن هي تصلى في أوقات الكراهة نوعين. إحنا عندنا أربع أنواع من الصلوات، صلاة ليها سبب سابق. يعني إيه سبب سابق؟ سبب الصلاة قبل الصلاة، زي مثلا أنا دلوقتي علي صلاة قضاء، هو قضاء الصلاة كان قبل ما صلي ولا بعد ما صلي؟ لا، ده الصلاة كانت واجبة علي قبل ما صلي، يبقى صلاة القضاء دي أصليها في أي وقت. طيب النوع الثاني من الصلاة، لا ده في سبب مقارن، ده في كسوف للشمس فأصلي كسوف الشمس دوت في أي وقت، أو خسوف القمر فأصليه في أي وقت، ما حتى لو كان الوقت دوت وقت كراهة، يبقى دول اللي ينفع أصليهم في أي وقت. صلاة الجنازة بقى من أي نوع؟ صلاة الجنازة سببها سابق، إحنا بنصلي الجنازة من أجل واحد، من أجل موات من نصلي عليه، يبقى ده قبل إيه؟ ده قبل إيه؟ قبل الصلاة، فيجوز إن أنا أصليها في أي وقت حتى لو كان وقت كراهة، فيجوز إن أنا أصلي صلاة الجنازة حتى لو كان ده في وقت الكراهة. إنما إيه اللي ما صلهوش؟ صلاة لا سبب لها، أنت رايح تصلي إيه؟ أصلي ركعتين كده، لا ما يتصلهمش في وقت الكراهة، استنى في غير وقت الكراهة. أو صلاة لها سبب لاحق، أنت هتصلي إيه؟ أنا هصلي عشان الاستخارة، بعد ما أصلي أبقى أستخير ربنا، أبقى أدعو بدعاء الاستخارة. قال لا، يبقى الاتنين دول ما نصليهمش في وقت الكراهة. يبقى صلاة الجنازة ينفع أصليها في وقت الكراهة؟ نعم، لأنها صلاة لها سبب سابق. يعني دي ما فيهاش حاجه دون صلاه الفرض. انا مش سامع يا حاج عادل تاني. يا بقول لحضرتك دون صلاه الفرض ما فيهاش حاجه، حتى دون صلاه الفرض يا حاج عادل جاي. طيب.